الاهلي بعد الفوز امبارح الفريق ما رجعش للقاهره، فضل في اسكندريه في معسكر في برج العرب استعدادا لمباراه السبت ان شاء الله مع الاتحاد السكندري، وعنده مباراه بعديها يوم الخميس ان شاء الله 13 يوليو مع الزمالك. علشان ضيق الوقت ما بين مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ابقى الفريق في الاسكندريه في معسكره. هنطلع لبرج العرب مع الزميل محمد توفيق نشوف هذا التقرير عن احوال فرقه الاهلي. باشمهندس عادل القيعي استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي لحضراتكم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معاكم بالطبع من معسكر يعني فريق النادي الاهلي من هنا من مدينه برج العرب بمحافظه الاسكندريه، استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري، المباراه المؤجله من الجوله 21 من الدوري المصري الممتاز. كان الجهاز الفني كابتن عدلي استاذ ابراهيم فضل بعد انتهاء مباراه الاسماعيلي بالامس انه يستكمل معسكره هنا في مدينه الاسكندريه. بالطبع يعني المباراه على نفس الملعب، ما فيش فاصل زمني كبير، بنتكلم في اقل من 72 ساعه ما بين المباراتين. لكن المعسكر هنا عاوز اقول لكم معسكر مثالي ونموذجي لاي فريق كره قدم، يعني الفندق على اعلى مستوى، ملعب تدريب موجود رائع جدا، المسافه تقريبا من فندق الاقامه هنا وملعب برج العرب اللي قيمت عليه مباراه الاسماعيلي وهتقام كمان عليه مباراه الاتحاد السكندري تقريبا 10 دقائق بالحافله. فكان كل دوت عوامل كتير جدا ساعدت الجهاز الفني انه يعد معسكر كويس جدا، خاصه في ظل يعني تلاحق المباريات كل 72 ساعه مباراه وحاله الضغط يعني العصبي خاصه مع اقتراب حسم بطوله الدوري، وكمان الضغط الجسدي او البدني في ظل تلاحق المباريات. يمكن الفريق على طول عاد مباراه الاسماعيلي بالامس تناول وجبه العشاء، ومن بعدها على طول كل الفريق خلد النوم والراحه، بداوا على طول النهارده يومهم مبكرا. الفطار كان فيه تمام 11 صباحا، من بعدها الغداء فيه تمام 3 عصرا، وطبعا كان فيه كالعاده محاضره فنيه بالفيديو للجهاز الفني مع اللاعبين في تمام الخامسه، ومن بعدها التدريب النهارده كان الساعه 6 مساء. يمكن المجموعه اللي خاضت المباراه امبارح بشكل اساسي خدوا تمرين استشفاء النهارده في الجيم، باقي اللاعبين خدوا تمرين قوي جدا استمر لمده 90 دقيقه مع مستر مارسيل كولر والجهاز المعاون في يعني الملعب المتواجد هنا في فندق الاقامه. يمكن الفريق على طول عقب انتهاء المران تناولوا وجبه العشاء، وحالا دلوقتي كل الفريق في غرفهم لاخذ قسط من الراحه قبل يعني معاوده التدريبات مره اخرى والاستعداد في يوم اخر غدا باذن الله. يعني ننتظر ان شاء الله بكره يكون يوم الفريق، الفطار في تمام 10 صباحا، بعد كده صلاه الجمعه هنا هتبقى في فندق الاقامه، من بعدها وجبه الغذاء في تمام 3 عصرا، وهيبقى برده في محاضره ثانيه للاعبين، وبعدها الفريق يختتم تدريباته يعني او معسكره هنا في الاسكندريه بتدريب اخير استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري. ان شاء الله التدريب هيشارك فيه جميع اللاعبين اللي الحمد لله حالتهم البدنيه والفنيه اكثر من رائعه، ومن بعدها ان شاء الله هيكون العشاء وخلاص بقى الفريق هيستريح علشان استعدادا ليوم السبت يوم المباراه المقرر لها ان شاء الله في 7 مساء على استاد برج العرب هنا في الاسكندريه. يمكن طبعا الفريق يوم المباراه برده هيبدا يوم مبكرا، هيبقى فطار بعد كده غدا، وكمان هتبقى في المحاضره الفنيه، وان شاء الله نتحرك لملعب المباراه في تمام 5 مساء. يعني دعواتكم ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق. اعتقد 3 نقاط امام الاسماعيلي كانت غايه الاهميه، واكيد امام الاتحاد كمان هتبقى 3 نقاط غايه الاهميه. يتبقى فقط للنادي الاهلي مباراه وحيده على حسم اللقب الغالي، لقب بطوله الدوري العام والدرع ال 43. يعني بشكل عام الاجواء هنا اكثر من رائعه، سواء درجه الحراره، التسهيلات في الفندق، كمان الملعب يعني زي ما قلت لكم اكثر من رائع، مساعد جدا الجهاز الفني واللاعبين على نجاح المعسكر، وان شاء الله يؤتي بثمار ويكون في راحه كبيره للاعبين، خاصه فيما هو قادم من مباراه، خاصه يعني فيما قادم من مباريات، وان المباراه اللي بعد مباراه الاتحاد هي مباراه في غايه الاهميه امام فريق الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه لحضراتكم اتفضلوا. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق وهذا التقرير الوافي اللي حط حضراتكم في الصوره كامله لحد يوم الماتش لغايه لحظه تحرك الاتوبيس لملعب الجيش في برج العرب ان شاء الله لمباراه السبت. القرار صح ان انت تفضل هناك في تركيز طبعا في عزم النقشه. تعالى ما ترجع هتكون بتوضب شنطتك عشان ترجع تاني. لا طبعا قرار مؤكد سليم.